Hello, my dear students, how are you? We will complete the topic of technology. Open with me page 16 and 17. Technology in my day, يعني وسائل التكنولوجيا الحديثة اللي بنستخدمها في حياتنا اليومية. Draw a picture of a technology you use to help you life, work and play. Then write what that technology helps you do. يعني هنرسم صور عن الحاجات اللي بنستخدمها وسائل التكنولوجيا الحديثة اللي بنستخدمها في life or daily life يعني في حياتنا اليومية أو الحاجات اللي بنستخدمها في البيت بصورة مستمرة ما نقدرش نستغنى عنها أو الحاجة اللي بنستخدمها من التكنولوجيا الحديثة علشان نخلص بيها الورك بتاعنا العمل بتاعنا أو الحاجات المطلوبة مننا في الشغل وآخر حاجة البلاي اللعب إيه الحاجة اللي بنستخدمها في إن إحنا نلعب ونقضي وقت لطيف وبعد ما نرسم هنكتب كل حاجة بتساعدنا في إيه For example, we use vacuum المكنسة or washing machine الغسالة dish washer بنستخدمها في حياتنا اليومية in our daily life helps me to clean house بتساعدنا في ان احنا ننظف المنزل بتاعنا او بتساعدنا في ان احنا مثلا ننظف الملابس او ننظف الاطباق كل الحاجات دي بتساعدنا في حياتنا اليومية وما بنقدرش نستغنى عنها طيب يا ترى ايه اللي بنقدر نستخدمه في الورك وبيساعدنا بصورة مستمرة اشهر حاجة طبعا هي لابتوب طيب لابتوب ده بيساعدنا في ايه helps me to find informations بنوجد بيه المعلومات الجديدة او المعلومات اللي احنا محتاجينها اخر حاجة play يا ترى بنحتاج ايه علشان نلعب طبعا الحاجة اللي معظمنا بيحبها او كلنا بنحبها هي البلاي ستيشن يبقى بلاي ستيشن helps me to spend fun time بنحتاجه علشان نقضي وقت لطيف لما يكون عندنا وقت فراغ طبعا try to do this page at home the homework machine read the story below about Samir's invention هنقرأ النهاردة مع بعض قصة عن صديقنا سمير والاختراع بتاعه هنشوف سمير فكر في ان هو يخترع ايه let's go سمير loves to play football he plays football every night he plays football all day when he doesn't have school when Samir has homework he can't play football يعني سمير بيحب يلعب كورة وبيحب يلعب طبعا كل يوم لما يكون ما عندهوش مدرسة لكن لما بيكون عنده homework للأسف مش بيقدر يلعب لأن طبعا ما ينفعش يكون عندنا homework أو يكون عندنا مذاكرة ونسيبها ونقعد نلعب I wish I didn't have homework Samir sings Then I could play football all the time Samir has an idea He will invent a machine to do his homework Then he can play more football سمير بيقول أنا بتمنى ما يكونش عندي homework علشان أقدر ألعب لوقت أطول أو يقدر يلعب طول اليوم فسمير بدأ يفكر فقال خلاص أنا هخترع آلة جديدة علشان تعمل لي الهومورك وأنا أقدر ألعب سمير uses his imagination يعني بدأ يستخدم خياله he draws a picture of the homework machine وبدأ يرسم صورة عن آلة الكتابة اللي هو هيستخدمها علشان تعمل الهومورك بدل he makes a list of what the homework machine can do بدأ يعمل لست كده ويكتب فيها يا ترى الهومورك ماشين دي هتشتغل ازاي او هتقدر تساعده ازاي then he asks his friends for help بعد كده طلب من اصدقائه من صديقه ان هو يساعده سمير is ready to build his invention سمير دلوقتي جاهز بان هو يبدأ يقوم او يبني الاختراع بتاعه Now he can play more football. ودلوقتي يقدر يلعب كورة لوقت أطول. Look with me on page 21.
this page, we learn some appliances. Appliances like devices, أجهزة. Appliances بمعنى أجهزة. الأجهزة الكهربائية, electric device. In each box, complete the drawing of an appliance, then match each appliance with the correct action. يعني المفروض نكمل الرسم بتاعنا وطبعا نلونه بالألوان الحلوة بتاعتنا وبعدين هنبدأ نعمل match, هنوصل كل صورة من دول أو كل appliance من دول, يعني كل جهاز إيه الأكشن اللي بيعمله, يعني إيه الفعل اللي بيقوم به. فان, مروحة. يا ترى المروحة دي بتعمل ايه؟ فان cool the air, بتبرد لنا الهواء. لما بيكون الجو حر بنشغل المروحة علشان يكون الهواء ابرد او يكون ساقع شوية. Number two, laptop. يا ترى بنستخدم اللابتوب ده في ايه؟ find information, علشان نوجد او نحصل على المعلومات. Number three, refrigerator, ثلاجة. refrigerator, يا ترى بنستخدم الريفريجريتور في ايه؟ keep food cold, بتساعدنا في ان احنا نحافظ على الطعام بتاعنا فترة اطول وان هو يبقى بارد. Number four, washing machine, غسالة. يا ترى بنحتاج الwashing machine في ايه؟ clean clothes, ان احنا بننظف بيها الملابس. And finally, stove, اللي هو البوتاجاز. يا ترى بنحتاج الستوف في ايه؟ heat up food, علشان نسخن او نجهز الطعام بتاعنا. Let's do this activity together. Match each appliance to its function. يعني هنوصل كل جهاز من دول بالفانكشن بتاعته, يعني بالوظيفة اللي بيقوم بيها. Number one, washing machine. What is the function of washing machine? Cleans clothes. Great. Number two, stove. البوتاجاز هو الموقد, بنحتاجه في ايه؟ heat up food, تسخين او تجهيز الطعام. Number three, air cool. Cool cools the air, مبرد الهواء, بنستخدمه علشان نبرد الهواء اللي هو التكييف, بنبرد بيه الهواء او بنخفف من درجة الحرارة. Refrigerator, refrigerator keeps food cold. Laptop finds information. Great. Thank you for watching and don't forget watch the video on YouTube. Thank you.